يعني مش عارفة، يمكن بيختلف الإحساس بالنسبة لي أنا، لأنه كيف بدي يكون، كيف بدي أقدم جديد ببرنامج أغلب يمكن المتابعينه من الشباب والصبايا الصغار، فكيف أنا حقدر واكبهم أو حقدر أقدم لهم شيء يحسوا إنه نحن مع بعض هيك عم نلعب. يعني إيهاب من المغرب، محمد من مصر، محمد عباس من مصر، رفايال من لبنان، جميلة لو ما رجعتش لي بقلبك تاني هنا، لو ما حلفتش اني الثانية بعدي سنة. فهو بالنسبة لي التحدي هو، وطبعاً ببعض المرات بيكون في أصوات بالنسبة لي أنا كتير ملفتة وكتير مهمة، وطلع كتير أصوات مهمة وكبيرة من ستار أكاديمي تحديداً. أنا عموماً من اللي بيأمنوا بالآخرين إنهم يهتموا فيهم. فادية مندلع هذا يعني لوكي، بالإضافة طبعاً مايا حداد اللي بتهتم فيي، وحفاوي صديق قديم هو اللي عمل لي الميك اب، صار له معي فترة طويلة. استمتعوا بوقتكم على قد ما بتقدروا، يعني هذا نصيحة اللي هن أساساً عايشينها. استمتعوا بوقتكم، يعني الوقت بيستاهل مننا أنه نستمتع فيه، ما تستنوا، ما كتير يعني نسأل عن بكرة، لأنه بكرة جاي جاي. شكراً.